شو هالطلة الحلوة اليوم؟ منورتينا ومنا قلك مبروك دورك ألكسندرا بالوسم. خبرينا هيدا الدور اللي هيك كأنه فيه قوة، قديش رح يضيف لمسيرة ميرفا قاضي؟ أول شيء thank you كتير، هيدا بدنا نشكر رامي سلامون، ضروري نشكره لأنه هو اللي لبسني. دور كتير أكيد جدا قوي وكتير بعيد عن كل الشخصيات اللي لعبتها قبل أنا، وthat's why أنا I was being very selective. آخر سنتين رفضت كتير أعمال لأنه مني حاب بكرر حالي، مني حاب بكرر الأدوار يلي كنت أخدتها قبل، زهقت منهم وما بقى بدي إياهم، ولقيت أنه الدور فيه شيء بقدر أعمل منه شيء كتير جديد الناس مش شايفتني فيه قبل، وهذا اللي صار. ألكسندرا يعني الموت، ما في مهرب. ميرفا، نحن بحياتنا نحن وصغار لنكبر برفقنا وسم معين، شو أكتر وسم أو لقب إذا بدك تقولي رفقك من أنت صغيرة لهلأ؟ لقب؟ حبه؟ لقب 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 بمجال مثل إن كان مقربين أو ناس من الوسط الفني أو فانز إذا بدنا نقول بيقولوا لي أم يونيك، كل العالم بتقولي أم يونيك.